كان علي بطل الإسلام، خاض كل حروب النبي، خاض بدر، ويقال أن علي قتل نصف المشركين وشارك المسلمين في قتل النصف الآخر، وكان بطل أحد، وكان بطل أحزاب عندما انطلق المشركون في أحلافهم وأرادوا أن يهجموا على المدينة ليسقطوا المدينة ويسقطوا الإسلام والمسلمين، وتحالفوا مع اليهود، وجاء عمر بن عبد ود الذي يعد بألف فارس، وبدأ يتبختر على المسلمين، والنبي يقول: من لعمر وقد ضمنت له على الله الجنة، ليخاف حول النبي من عمر ويقوم عليه ويقول: أنا له. في المرة الثانية لا يقوم إلا علي، وفي المرة الثالثة لا يقوم إلا علي. أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإسلام كله إلى الشرك الشريف. يعني أن الإسلام تجسد في علي، فانتصاره انتصار للإسلام، والشرك تجسد في عمر فانتصاره انتصار للشرك. وهكذا برز علي عليه السلام وقتل عمرا، جاء الوسام من النبي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، عندما قال: ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. بالرام أجام وليث قسورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. بالرام أجام وليث قسورا، عبل الذراعين شديد القاصرا، كليث غابات كريه المنظرا. أنا الذي سمتني أمي حيدرا.